السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هيكون الفيديو بتاعنا عبارة عن سؤال وإجابته. السؤال: ما هو السبب الحقيقي وراء كون مؤشر الماوس مائل ومش عمودي؟ لو لاحظنا في حركة الماوس زي قدامنا دلوقتي دي كده، تمام، الماوس شكله زي ما احنا شايفين مائل بزاوية حوالي 45 درجة، زي الصورة بتحاول شايفين احنا عامل ازاي مائل. ليه مش عمودي؟ ايه اللي هيفرق ان هو لو كان عمودي من مائل هيفرق في ايه؟ السبب بسيط جدا، ولكن اولا عاوزين نتكلم عن ان الماوس تم اختراعه سنة 1967 من قبل دوغلاس انجلبرت. طبعا كان طفرة قوية جدا جدا، في ناس اعتبرت ام الاختراعات بالنسبة ما يخص الكمبيوتر. الماوس كان اختراع عظيم، سهل حاجات كتير، ظهر طريقة التعامل وسرعة التعامل. في الوقت ده اللي هو سنة 67 وما بعده، كان الريزوليشن الخاص بالشاشات ضعيف جدا، زي ما احنا شايفين الفارة شكلها صغير، بيضة، ما كانتش بتظهر لما تكون بعمودية. لما كانت بالشكل العمودي ما كانتش بتظهر بسهولة وهي بتتحرك. كان اللي بيستخدم الفارة ما بيشوفهاش بسهولة، محتاج ان حجمها يكبر، لكن كان محتاجين يبقى حجمها اصغر علشان الضغط على النوافذ الصغيرة. لذلك قالوا ان هما هيخلوا شكل الماوس او الفارة مايلة بزاوية 45 زي ما احنا شايفين كده، بحيث انها تظهر اكتر للعين وهي بتتحرك. وفعلا تم تنفيذ ده، وتم جعل دايما سهم الماوس مائل بالزاوية اللي احنا شايفينها دي. وفعلا كانت النتيجة مبهرة، ان فعلا على الريزوليشن الضعيف جدا في ايامها بدأ يظهر الماوس في حركته بشكل واضح او مميز عن ما كان بشكل عمودي. ولكن مع تطور طبعا الريزوليشن خاص بالشاشات لايامنا دلوقتي، كان من المفترض ان خلاص ما عدناش محتاجين الميلان ده، ولكن هو بقى شيء متوارث في موضوع اللي بيستخدموا الكمبيوتر او الويندوز او المصممين او المبرمجين، ان هي بقت شكلها مائل والناس اتعودت على هذا الشكل، فمفيش اي لزوم ان احنا نخليه عمودي تاني، لا هنخليه زي ما هو مائل. لذلك الى الان مع تطور الريزوليشن اللي كان سبب في ان هي سهم الماوس كان مائل، الريزوليشن قليل، لكن التعود واستمرارية الشكل وتعودوا الناس عليه خلاهم يثبتوا على الشكل الحالي. طبعا معلومة انا ما كنتش اعرفها، لكن بحثت عنها لغاية ما عرفتها. طبعا الماوس كلنا عارفين مدى اهميته لينا، بصراحة فعلا اختراع عبقري. اتمنى تكون المعلومة افادت اي حد ما كانش عارفها. لو الفيديو افادك اعمل لايك، لو عايز تفيد بغيرك اعمله مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، وما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.